بص يا جماعه، لو انا مثلا عندي ريسيفر زي ده، الريسيفر ده اللي هو بيفتح القنوات المشفر وبيشتغل على انتنه، الانتنه ديت مش موجوده في السوق دلوقتي، وصلت ثمنها 300 في بعض الاماكن و250 في بعض الاماكن، وانا عاوز اشغل الريسيفر اللي دفعت فيه فلوس كتيره، والمشكله كمان مش لاقيين الانتنه. هحل لك الموضوع ده ببساطه جدا بثمن كابل الشاحن. هتشتري كابل الشاحن زي كده، وهتجيب الموبايل بتاعك. طبعا الريسيفر ده بيكون فيه مدخل يو اس بي، وبوصل الكابل هنا كده، وبفتح من الاعدادات. بص معايا كده، كلمة الربط ونقطة الاتصال، الربط ونقطة الاتصال، بفتح عليها كده، هتلاقي دي مش مفعلة، اللي هي اللي يهمني ربط يو اس بي دي، هتلاقيها مش مفعل. في الأول لازم أوصل دي في الريسيفر، فهوصلها في الريسيفر وهنشوف اللي هيحصل دلوقتي. طبعا هدخل المدخل ده في مدخل اليو اس بي اللي موجود في الريسيفر كده. بص معايا اللي حصل، اصبح دلوقتي مفعل. انا ما يهمنيش عمليه نقل الملفات، لا، هطلع فوق كده على كلمه ربط يو اس بي، هعملها مفعله كده. هتلاحظ معايا انه هنا على التلفزيون اصبح بيقول لي نجاح الاتصال. نقفل تاني كده، بص على التلفزيون هنا بيقول لي، اول ما هضغط على علامه اليو اس بي بيقول لي هنا على التلفزيون، بيقول لي هيقول لي دلوقتي نجاح الاتصال. طبعا انا عشان عندي الاشاره اصلا ضعيفه فما اشتغلتش، لكن هو طالما نجح الاتصال اصبح دلوقتي ان الريسيفر بتاعي يشتغل عادي من غير انتنه. وانا كده وفرت ثمن الانتنه بتاعت الريسيفر اللي قلنا وصل ثمنها ل 300 جنيه لثمن الكابل ده. واللي طبعا عنده ريسيفر ده عارف ان الموضوع كله هو موضوع انه يلقط، بس يلقط النت يعني في ثواني ويشتغل معايا. يبقى انا بكام ده؟ تقريبا ب 30 جنيه وفرت ثمن الانتنه اللي وصل ثمنها ل 300 جنيه. اتمنى المعلومه بتاعتي دي تكون فادت حد. وزي ما قلت في اعدادات الهاتف هتدخل على كلمه الربط ونقطه الاتصال، وتختار الاتصال بيو اس بي، ما تفتحش الملفات، ما تختارش فتح الملفات. اتمنى تكون المعلومه مفيده. شكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ومفيد على صفحه قناه الورشه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.